وهلا اكيد صار وقت لحتى ننتقل نحن وياكم لعند المدام نجلة لحتى نتعرف مع بعض شو مخبي الفلك لكل حدا فينا. صباح الخير مدام. صباح الخير. صباحك يا نجلة. مكتئبه انا. لا بدي من هدول الاكلات اللي قبل شوي طلعوا من التحضير. بدي منهم كلهم. لا انا وقت قلتي لي مكتئبه انا يعني ما استوعبت، بس اوكي فهمت بعدين ليش كلنا بدنا اياهم. لا هي الاكلات الطيبه الجميله الاحمر واصفر واخضر بيعملوا فرفشه. يسعد اوقاتكم، صباحكم الخيرات، صباح الخير للجميع، ضلوا بخير. طبعا اليوم 6 تشرين الثاني، تمنياتي للجميع بالكثير من الخير. نوفمبر اكيد. عطارد كوكب السفر، الاوراق المستندات يتقدم في برج العقرب، الزهره للحب للارتباط العلاقات الصداقات ايضا في برج العقرب. طبعا الى جانب الشمس، هذا عم بيخلي مواليد برج العقرب مواليد الحوت السرطان يحسنوا كثير امورهم الشخصيه او يرتبوا امورهم فعليا. ممكن يتلقوا مباركات هاي الفترات على شيء قصه مهمه تغير لهم حياتهم. بس عامل جزء من تعب لمولود برج الثور، برج الاسد وبرج الدلو، ما كثير اموره الشخصيه تعتبر الاريح، فبدهم كثير انتباه على الاقل على 10 ايام اللي جايين ما يطلعوا بخسارات. طبعا ما زال المريخ متراجعا في برج الجوزاء، لسه عامل نوع من انواع التعب صحي ربما لمولود برج القوس، لمولود الحوت وبالتاكيد العذراء. اول اخباري لعزيزنا مولود برج الحمل اللي لسه القمر ببرجه عم بيخليه محبوب ومرغوب ممن حوله، يمكن عم علاقاته اليوم افضل. هو فعليا هاي الايام ممكن يلاقي شخص مهم لحياته، ممكن يستقبل ضيوف، عم يشعر بالثقه بالنفس، عم يشعر انه في حواليه هاله من الجاذبيه عم بيمارس سحره وتبدو مطلوبا من الجميع. مولود برج الثور اليوم انت شوي مكركب، يعني معتقد انه على صواب والاخرين هن اللي ما بيفهموا، مع انه ممكن يكون مو كثير هيك. على كل حاول تسوي خلافاتك، لا تصطدم بمن حولك. نقلوا اليوم ما اظنك كثير مرتاح، بدك تستنانا لبكره الصبح ليدخل القمر بقى على برجك لتصير الاجواء حواليك ايجابيه. حاول تستوعب ظروفنا، ظروف الاخرين انا قصدت، وحاول تعتذر مولود برج الثور اذا اخطات. طبعا اعتقد انك انفعالي شوي اليوم. اليوم يوم جيد للجوزاء، يوم فيه بهجة سببه حياة اجتماعية، يزور يزار علاقات قديمة ترسخها، توضح آرائك، تمد جسور بينك وبين الآخرين، تتعرف على غرباء، نازل على السوق، داخل على مؤسسة حكومية، حسب كل واحد وضعه. بس بالنتيجة هاي الأيام للتعارف، للقاءات، لتقبل دعوات أو لترتب أمورك بشكل إيجابي. مولود برج السرطان انت اللي مو كتير مرتاح، ما بعرف في شيء حواليك عم يجبرك كأنه اليوم على تغيير خط سيرك، في شيء ضاغط بالنسبة لك، في قالوا قلنا، في أخذ عطاء، جدالات يمكن غير منطقية، صدام مع من تحب، ما انك كتير راضي عما يحصل حواليك ويمكن في مصاعب طارئة. هلا أنا بقول بدها الحكاية شوية هدوء وانتظار للمساء ولبكرة الصبح لتكون أمورك أفضل. برج الأسد اليوم عنده يوم جيد، على الأقل يجمع بين المتعة والتسلية والعمل المفيد، عم تمنح العيلة حنان اهتمام، مو بس العيلة يعني الأصدقاء الناس اللي أنت بتحبهم، لأنك عم تشعر أنه في إيجابيات اليوم، عندك طاقة أصلاً إيجابية، الحياة بالنسبة لك اليوم أبهج وأجمل. أحد الأيام الجيدة لمولود برج الأسد تبتعد عن الردود العفوية أو العصبية وتصبح أكثر ثقة بنفسك، طبيعي الأمر ببرج صديقك الحمل. مولود برج العذراء اليوم الأمور جيدة، في دعم حواليك يفرحك وربما هو دعم مالي. هاي الأيام يعني شغلة طال انتظارها ممكن تحققها، شغلة أنت تستحقها على كل الأحوال، وحواليك محبة أو تشجيع أو حقائق عم بترتبها، عم تستفيد من معلومات، في قصص عم بتصير لمصلحتك، مو اليوم بكره، مو بكره بعد بكره، عندك 3-4 ايام ربما لخطوه ناجحه قد تسعدك وتسعد محيطك. هاي الايام ايام جيده لعزيزنا مولود برج العذراء. مولود برج الميزان اليوم انت اللي شوي مكركب، ما بعرف، حاول تقنع من حولك بالمحسوس او بالامور الماديه المحسوسه وليس بالحكي فقط. اليوم كلمه او خلاف على وجهه نظر ممكن تسبب لك مشاكل، أو عم بتقدم وعود لا تستطيع الوفاء بها. ما بعرف، هو هاي الفترات تواصلك مع الآخرين هاليومين مو كتير كان منيح، عندك مشاعر غضب حتى بدون مبررات،
أنا برأيي بدك تنتظرنا لبعد الظهر، يعني كلما تقدم النهار كل ما أمورك أفضل. على الأقل ممكن يكون في مصالحة بينك وبين الشريك العاطفي اللي زعلته بهاليومين. مولود برج العقرب يعني واجبات لا تستطيع منها فكاكاً، مطلوبة ومطلوب منك السرعة بالإنجاز وتجنب الإهمال. الحقيقة التزم بدوامك اليوم حتى أكثر من المعتاد، لأنه الحقيقة الالتزامات كثيرة. في شيء صحي نازل فينا أفأفة، مو عاجبه العجب مولود برج العقرب، ويمكن محتاج ينظم وقته ليخلص شغله أو ليصل إلى أهدافه. على كل ما في شيء سيء بس انتبه صحياً، لأنه أنت من الأشخاص اللي بينسوا نفسهم وهن عم بيخلصوا شغلهم. كل شيء له علاقة بمؤسسات حكومة، دولة، بيع، شراء، لبرج القوس جيد جداً. يمكن يكون في مفاجآت تجعلك أكثر ارتياحاً، أو في قوة سلطة للوصول إلى ما تريد. الأطراف حولك مولود برج القوس تجمع على أنه أنت إيجابي جيد، عندك هيك عجلة الأمور الجيدة تدور من جديد. هو بهاليومين في عندك حوارات، نقاشات، تواصل التعديلات، على الغالب مسموع الصوت وكلمتك مؤثرة. اللي الآن شوي هو مولود برج العقرب، برج الجدي، غالباً على قصة شخصية عائلية الآن، يعني في شيء من الصدمات اللي ممكن يكون كلمة مني كلمة منك تشتبك مع الناس اللي حواليك، وهذا ما لا أتمنى، لأنه أنا بعرفك أنت اشتباكك طويل الأمد، يعني ممكن كلمة تضلك زعلان منها 4-5 أيام أو تأثر على علاقاتك بالآخرين. لذلك لا تزد المشاكل بكلمة لا تعنيها أو صراع لا يلزمك. يعني اليوم من تحب فعلاً حواليك أو عم بيكونوا إيجابيين معك، فابتعد عن العصبية غير المبررة. طبعاً عندك يومين ثلاثة للإصلاح. مولود برج الدلو اليوم غالباً أنت الآن مانك مرتاح، بس في عندك حركة، نشاط، علاقات عامة. طبعاً قلقك سبب وجود الزهرة في برج العقرب عم بيخلي علاقاتك الشخصية والمالية مو كتير الأفضل، فلذلك مشاعرك الحارة ودية للآخرين. يعني فعلياً اليوم يوم جيد للأمور الشخصية، للأمور العملية، في إيجابيات، حركة، نشاط، علاقات عامة، راحة يمكن بحياتك المنزلية. ما عم بيأثر اليوم مولود برج الدلو، مانو الحقيقة يعني هاي الفترات أصلاً للتقصير. مولود برج الحوت اليوم أمورك إيجابية، رغم أنه يعني عم ترتب أمور مالية. ما بعرف المشكلة إذا عم تطلب قرض أو مساعدة، بس أنا برأيي أنه طالب بحقوقك المفقودة. انتبه على أمورك المالية، ما كتير حط قرشك بمكانه المناسب، لأنه ما كتير أنا بشوف وضعك المالي يعتبر الأفضل. خليني عايد مولود اليوم اللي هو مولود 6، شخص عنيد بصورة لافتة للنظر، متملك بطريقة مرعبة، كل ما يريده يسعى لأن يحصل عليه ويحتفظ بأملاكه للأبد. ثابت، قراراته حاسمة، إرادته الوصول إلى ما يريد جبارة، محبوب، كتوم، يمتلك من المزاجية الكثير، وهذا يعني ممكن أنه يأثر شوي عليه بالعمل. عنده حدس كتير كبير، بيعرف نقاط ضعف الآخرين، ساخر، مسؤول، حساس، دايماً يبحث عن يكون رئيساً وليس مرؤوساً، مو كتير بيحب حدا يصدر له أوامر أو يعطيه أوامر. طبعاً سنة كتير مهمة، دخول الكواكب لبرجك إلى جانب الشمس الموجودة أصلاً ببرجك عم بيخليك تعطي توجهات وأوامر، أفراح، أضواء مسلطة عليك. هي الأيام إضافة إلى الأشهر القادمة فيها فرص متطايرة، سواء لسفر، سواء لمال، لتحسين حياتك وخاصة عاطفياً. في سعادة وفي مساعدات. اجعل أيامكم سعيدة وضلوا دائماً.